بنبدأ جولتنا اليوم مع النجم العالمي جاستن بيبر وزوجته هيلي يلي احتفلوا بعيد الموسيقى يوم الاثنين على طريقتهم، فنشروا الصور لإلهم هذا الأسبوع بالعاصمة باريس إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته. وحسب ما عرفنا ما تبين لحد الساعة سبب الزيارة بين بيبر والرئيس الفرنسي، وهو اللقاء شوي غريب وما عرفنا حتى الاجتماع عن شو كان، إنما الأكيد أن الثنائي تجولوا بكافة أنحاء المدينة وتخللت الزيارة أكيد شوية شوبينج وطبعاً الزيارة لأهم الأماكن السياحية. ومن بيبر إلى بيلي آيليش يلي تعرضت لموقف محرج هذا الأسبوع بعد ما تسرب مقطع فيديو لأحد أغانيها من 6 سنين هي وعم تستخدم كلمة مسيئة لذوي العرق الآسيوي. وقالت آيليش كان عمري 13 سنة لما نشر هذا الفيديو، وأبداً ما كنت عارفة أنه الكلمة اللي استخدمتها بالأغنية مسيئة. أنا متأسفة وخجلانة من نفسي وبقدم اعتذار شديد إلى كل شخص أسأت له من خلال هيدي الكلمة. وختمت وقالت أنا انعرفت ودايماً كنت حريصة أني استخدم البلاتفورم تبعي للدفاع عن المساواة وحارب العنصرية. ومن المبادرات الجميلة أيضاً هيدا الأسبوع النجمة العالمية أنجلينا جولي قامت بزيارة إلى بوركينا فاسو بمناسبة يوم اللاجئ العالمي لتتضامن مع اللاجئين على الأرض وكل شخص عم يناضل من أجل حياة آمنة. وقالت جولي يبدو أن الأزمة الإنسانية بمنطقة الساحل مهملة تماماً. للأسف أزمة اللاجئين حول العالم عم تزيد خطورة. من وقت ما بديت عملي مع الأمم المتحدة من 20 سنة لليوم تبين لي أن البلدان اللي عندها أقل الإمكانيات هي أكثر دول عم تعمل لمساعدة اللاجئين. ومنختم مع الفرقة الكورية بلاك بينك يلي عرفنا هالأسبوع أنهم بصدد الاستعداد لإطلاق فيلم جديد The Movie إحياء للذكرى الخامسة لانطلاق الفرقة بمسيرتهم الغنائية. وطبعا الفانز حول العالم العربي بدأوا يتفاعلوا على مواقع التواصل بشكل جنوني، وكل اللي عرفناه لحد الساعة أنه الفيلم رح ينطلق حول العالم ب 8 أغسطس وهو تاريخ إطلاق أول أغنية لإلهم عام 2016 Square One.